أتوجه إليه في أمري غير قبولك وعذري وإدخالك إياي في ستر رحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شدة وثاقي يا رب ارحم ضعف بدني يا رب ارحم يا رب ارحم ضعف بدني يا رب ارحم ورقة جلدي پوست بدنم نازکه و دقت عظمی پوست خونم باریکن مولا جانم یا من بدن خلقی و ذکری و تربیتی و بری و تقضیتی حبنی لبتدای کرمه و سالف بر کبی یا الهی و سیدی و ربی اتراك معذبي منارك بعد توحيدك وبعد من توان لي قلبي من معرفتك وله جبي لساني من ذكرك واعتقد ذميري من امك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعاً لربوبيتك هيهات أنت أكرم من أنت ذكي من ربيت أو تبعد من أدنيت أو تشرد من أبيت أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورنمت فليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاك أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا وعلى ألسن لتقت بتوحيدك صادقا وبشكرك مادنم و علا قلوب نعترفت به الهیت کرد محققم و علا ضمای رهبت من علم بک حتی سارت خاشم و علا جوار سات الى اوتان تبود کتاب و اشارت به استغفار کمدنم ما ما كذب ذنبك ولا أخبرنا بفضلك معك يا كريم يا رب يا كريم يا كريم يا رب وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها ألا أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكتوب يسير بقاء قصير مدة فكيف توالي لبلاء الآخرة وجليل بقوع المكاره فيما وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه فلا يخفف عن اهله لانه لا يكون الا من غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والارض يا سيدي فكيف لي وانا عبدك الضعيف وانا عبدك الضعيف
الذليل الأغير المسكين المستكين يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو والمؤمن هذا الجواب كي لالي من عظام وشدة أم لطول البلاء ومدة فلئن سيرتني للعقوبات معدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهب لي يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهب لي يا إلهي صبرت على هدم نارك فكيف أصبر عن النذر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي أفوك فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأذي الجنة إليك بين أهلها ذجي جلامني ولا صرخن إليك صراخ المستسرخين ولا بكين عليك بكاء الفاقدين ولا أنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا غياث قلوب الصادقين و يا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي و بحمدك تسمع في صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته و ضاقت عذاب آب معصيته و هو بسبين اتباقها به جرمه و جریرته و هو بید جو الیک دجیج محمل لرحمتک و یونانی که به لسان اهل توحیدک و یتوسل الیک به ربوبیتک یا مولای فکیف یبقا فی العذاب و هو یرجو ما سلف من علمک و رافتک و رحمتک ام کیف تعلم الله و هو یهمل فضلک و رحمتک ام کیف یوره بولهی بها و انت تسمع صوتم و ترا مکانم ام کیف یشتمل علیه زفیرنا و انت تعلم ضعفم ام کیف یتغلغل بین اتباقها و انت تعلم صدقم ام کیف تزجر و زبانیتها و هو ینادی که یا ربم ام کیف یرجو فضلک فی عتقه منها فتترکه فیها هیهات ما ذلک الذنب بک ولا المعروف من فضلک ولا مشبه ما قاملت بالمبندین من برنک و انسانک
فباليقين أكت ولولا ما حكمت به من تأذيب جانبيك فقضيت به من خلاد ما نديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لهد فيها مقرا ولا مقاما لكن لك تقدست اسماك اقسمت ان تملا من الكافرين من الجنة والناس اجمعين وان تخلد في الماندين وان تجل ثناك قلت مبتدا.